سكر سويتال من النهاردة صحتك بالدنيا. من النهاردة نو كالوريز، بديل السكر رقم واحد في مصر للرجيم ومرضى السكر. بيحلي ومش بيغير الطعم ودون أي أثار جانبية. تقدر تحلي كل حاجة، الشاي، القهوة، العصير وحتى الحلويات. سويتال آمن لكل الأعمار لأنه خالي من الإسبرتام والمواد الحافظة في أكياس وبرطمان وستكس وأقراص، متوفر بالصيدليات والهايبر ماركت. إنتاج شركة هايجنت للأدوية. سكر سويتال من النهاردة صحتك بالدنيا. من النهاردة نو كالوريز، بديل السكر رقم واحد في مصر للرجيم ومرضى السكر. بيحلي ومش بيغير الطعم ودون أي أثار جانبية. تقدر تحلي كل حاجة، الشاي، القهوة، العصير وحتى الحلويات. سويتال آمن لكل الأعمار لأنه خالي من الإسبرتام والمواد الحافظة في أكياس وبرطمان وستكس وأقراص، متوفر بالصيدليات والهايبر ماركت. إنتاج شركة هايجنت للأدوية. سكر سويتال من النهاردة صحتك بالدنيا. من النهاردة نو كالوريز، بديل السكر رقم واحد في مصر للرجيم ومرضى السكر. بيحلي ومش بيغير الطعم ودون أي أثار جانبية. تقدر تحلي كل حاجة، الشاي، القهوة، العصير وحتى الحلويات. سويتال آمن لكل الأعمار لأنه خالي من الإسبرتام والمواد الحافظة في أكياس وبرطمان وستكس وأقراص، متوفر بالصيدليات والهايبر ماركت. إنتاج شركة هايجنت للأدوية. سكر سويتال من النهاردة صحتك بالدنيا. من النهاردة نو كالوريز، بديل السكر رقم واحد في مصر للرجيم ومرضى السكر. بيحلي ومش بيغير الطعم ودون أي أثار جانبية. تقدر تحلي كل حاجة، الشاي، القهوة، العصير وحتى الحلويات. سويتال آمن لكل الأعمار لأنه خالي من الإسبرتام والمواد الحافظة في أكياس وبرطمان وستكس وأقراص، متوفر بالصيدليات والهايبر ماركت. إنتاج شركة هايجنت للأدوية. أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم بكل الخير من برنامجكم 50 دقيقة حياة. بجد وحشتوني وحشتوني وحشتوني. كنا في أجازة وراجعين لكم بمفاجآت جميلة جدا. أحلى مساء وأجمل مساء لكل المصريين ولكل العرب اللي بيشوفوني النهاردة. تحياتي لكل فرد موجود في الأسرة، الطفل والراجل والست وجدتي وجدتك وكل اللي موجودين حوالينا. النهاردة جاية لكم بالصحة والجمال. كنتوا دايما بتقولوا لي قناتي المفضلة على قلبي الصحة والجمال. اشمعنا الصحة والجمال؟ عشان أنا لو صحتي كويسة هكون شخص جميل بزيادة. ومعانا النهاردة مفاجآت كتير، انتظروني بعد الفاصل. سكر سويتال من النهارده صحتك بالدنيا. من النهارده نو كالوريز، بديل السكر رقم واحد في مصر للرجيم ومرضى السكر. بيحلي ومش بيغير الطعم ودون اي اثار جانبيه. تقدر تحلي كل حاجه، الشاي، القهوه، العصير وحتى الحلويات. سويتال امن لكل الاعمار لانه خالي من الاسبرتام والمواد الحافظه في اكياس وبرطمان وستكس واقراص، متوفر بالصيدليات والهايبر ماركت. انتاج شركه هايجنت للادويه. سكر سويتال
من النهاردة صحتك بالدنيا، من النهاردة نو كالوريز، بديل السكر رقم واحد في مصر للرجيم ومرضى السكر، بيحلي ومش بيغير الطعم وبدون أي أثار جانبية. تقدر تحلي كل حاجة، الشاي، القهوة، العصير وحتى الحلويات. سويتال آمن لكل الأعمار لأنه خالي من الإسبرتام والمواد الحافظة، في أكياس وبرطمان وستكس وأقراص، متوفر بالصيدليات والهايبر ماركت. إنتاج شركة هايجنت للأدوية. سكر سويتال، من النهاردة صحتك بالدنيا، من النهاردة نو كالوريز، بديل السكر رقم واحد في مصر للرجيم ومرضى السكر، بيحلي ومش بيغير الطعم وبدون أي أثار جانبية. تقدر تحلي كل حاجة، الشاي، القهوة، العصير وحتى الحلويات. سويتال آمن لكل الأعمار لأنه خالي من الإسبرتام والمواد الحافظة، في أكياس وبرطمان وستكس وأقراص، متوفر بالصيدليات والهايبر ماركت. إنتاج شركة هايجنت للأدوية. سكر سويتال، من النهاردة صحتك بالدنيا، من النهاردة نو كالوريز، بديل السكر رقم واحد في مصر للرجيم ومرضى السكر، بيحلي ومش بيغير الطعم وبدون أي أثار جانبية. تقدر تحلي كل حاجة، الشاي، القهوة، العصير وحتى الحلويات. سويتال آمن لكل الأعمار لأنه خالي من الإسبرتام والمواد الحافظة، في أكياس وبرطمان وستكس وأقراص، متوفر بالصيدليات والهايبر ماركت. إنتاج شركة هايجنت للأدوية. سكر سويتال، من النهاردة صحتك بالدنيا، من النهاردة نو كالوريز، بديل السكر رقم واحد في مصر للرجيم ومرضى السكر، بيحلي ومش بيغير الطعم وبدون أي أثار جانبية. تقدر تحلي كل حاجة، الشاي، القهوة، العصير وحتى الحلويات. سويتال آمن لكل الأعمار لأنه خالي من الإسبرتام والمواد الحافظة، في أكياس وبرطمان وستكس وأقراص، متوفر بالصيدليات والهايبر ماركت. إنتاج شركة هايجنت للأدوية. سكر سويتال، من النهاردة صحتك بالدنيا، من النهاردة نو كالوريز، بديل السكر رقم واحد في مصر للرجيم ومرضى السكر، بيحلي ومش بيغير الطعم وبدون أي أثار جانبية. تقدر تحلي كل حاجة، الشاي، القهوة، العصير وحتى الحلويات. سويتال آمن لكل الأعمار لأنه خالي من الإسبرتام والمواد الحافظة، في أكياس وبرطمان وستكس وأقراص، متوفر بالصيدليات والهايبر ماركت. إنتاج شركة هايجنت للأدوية. ورجعنا لكم تاني وبرنامج 50 دقيقة حياة من قناتي المفضلة على قلبي الصحة والجمال. معايا النهاردة ضيفين أحلى من بعض، معايا السكر ومعايا المسكر، معايا السكر اللي حبيب كل المصريين الشيف محمود عطية. أهلا يا شيف. أهلا بك يا دكتورة. الناس كلها متفقة عليك كده ليه يا شيف؟ ده فضل ربنا الحمد يعني لله. أحد
الحاجات اللي ربنا وهبها ليا حب الناس، وانا بحبهم جدا وهم كمان بيحبوك. الله يخليك يا دكتور، منور الدنيا كلها ومشرفني. ربنا يخليك، انا اتشرفت بيك النهارده طبعا. ربنا يعزك يا جميل يا دكتور. ومعانا السكر اللي بجد واللي هيعلمنا الصحه والجمال الحقيقيه، ومعانا دكتور منار نادي. اهلا وسهلا يا دكتور منار، منوروني. ربنا يخليك. يعني نقول الوجه الجميل والجسم الرشيق والشياكه والاناقه مع سكر سويتال. منوره يا دكتور. ربنا يخليكي. اخبارك ايه؟ تمام منوره الدنيا كلها. لما قلنا الصحه والجمال قلنا لازم نجيب ناس تعلمنا ازاي نعيش بصحه جميله وبجمال وبرشاقه وبشياكه وبحاجه جميله، فما كانش عندي اختيار غير الناس اللي كلنا متفقين عليهم، الشيف محمود ودكتوره منار. هتقولي انت كنت عكس الاختيار وبداتي بالشيف، اصل حبيب الملايين ودكتوره منار من النهارده حبيبه الصحه والجمال. منوره يا دكتور. ربنا يخليكي. منوره. عرفينا بنفسك. انا دكتوره منار نادي، اخصائيه تغذيه علاجيه كلينيكيه، طبيبه امراض بطنه. فالموضوع اللي هنتكلم عليه النهارده ان شاء الله هنتناوله من منظورين دول، منظور البطنه ومنظور التغذيه. تمام. طب الرئه دي برضو من الرشاقه ولا؟ حضرتك اول سؤال ممكن اساله لك وكل المشاهدين سالوه في الصفحه بتاعتنا، هو في انواع للسكر؟ اه طبعا. احنا الاول عايزين نعرف كده بالراحه يعني ايه السكر. تمام. احنا في الطبيعي بناكل اي اكل بيتحول لصورته الاوليه جوه الجسم اللي هي الجلوكوز. تمام. هو ده السكر. فبيعلى في الدم، ربنا خلق لنا غده بنكرياس بيفرز لنا الانسولين عشان يتحد مع الجلوكوز ده ويحرقه في الخليه. يعني ايه يحرقه؟ يعني يديها الطاقه. تمام. طيب الناس اللي عندهم سكر عندهم حاجه من الاثنين، يا يعني الانسولين ده ما اتفرزش اصلا، يا يعني اما عندي مشكله ان الانسولين ده مش عارف يشتغل. فبيعلى عندهم مستوى الجلوكوز في الدم وهو ده مستوى السكر. تمام. فاول حاجه بنقيس للعيان الانسولين ده بيتفرز ولا ما بيتفرزش. بعد ما ده بقى السكر، ده نوع من انواع السكر اللي هو بنديله دواء اقراص. النوع الثاني لو الانسولين ما بيتفرزش، ده اللي بيعتمد بقى على الانسولين، بنديله انسولين خارجي عشان يعرف يشتغل. فدول نوعين السكر. في نوع بقى منتشر جدا، هو طبعا كتب ذاكره من زمان بس اليومين دول منتشر، مقاومه الانسولين. الانسولين بيخرج كويس جدا جدا مش عارف يشتغل. ايوه. ده غالبا بيبقى مصاحب للسمنه، لكن برضه بيبقى مع ناس عندهم نحيفه. تمام. فدي انواع السكر اللي موجوده. طيب قبل ما اسالك السؤال، عشان السؤال خاص بالتغذيه، فهروح للشيف النهارده. شفنا هتقدم لنا ايه يكون صحي وما يزودش وزني وكمان يحافظ عليا لو انا عندي جزء من السكر او نسبه سكر. اولا طبعا برحب بالدكتوره وبرحب بيكي يا دكتوره فاتن. كلام الدكتور ما شاء الله علمي دقيق يعني، ومش انا اللي هعدل عليك يا دكتور، لكن يعني من الخبره بتاعت السنين اللي فاتت فكلام ما شاء الله. النهارده ان شاء الله هنعمل بسكوت الدايجستيف، وهو الناس كلها بتحبه جدا جدا، بس هنعمله دايت. هو اي اكل ممكن يتحول يبقى دايت بان بخفض السعرات الحراريه بتاعته، مثلا وليكن قطعه بسبوسه مثلا، ودي عمرها ما هتبقى دايت. القطعة الصغيرة دي كده مثلا بتعمل 800 سعرة حراري. شفت انت عامل لنا بسبوسة بالسمنة البلدي من اسبوعين، جننتنا كلنا. انت مش محتاجة دايت يا دكتور. فاحنا هنعمل البسكوت، هنستخدم فيه دقيق السن او الدقيق كامل الحبة، هنستخدم فيه الشوفان اللي بيقعد فترة طويلة في المعدة، وطبعا عن طريق ليه خواص معينة اللي هو بشرب المية بيبدأ ينفش ويملى المعدة. هنستخدم سكر سويتال طبعا، ده بديله، ده لوحده قنبلة ان انا شلت السكر وحطيت، لان عندنا ثلاث سموم، ملح، دقيق، سكر. فشلت حاجه من ضمن السموم دي، ومش السموم يا جماعه ان الواحد يعني، ومش هحط بيض كمان، هنستخدم لبن خل الدسم. هنستاذن مخرجنا الجميل يحط لنا المقادير على الشاشه. تمام. وهستاذنك تقولها لنا كمان مره ونتعرف معايا. حاضر. المقادير بتاعتنا طبعا بيكون عندي 150 جرام دقيق كامل الحبه، ده موجود دلوقتي في السوبر ماركت. بيكون عندي 50 جرام شوفان، انا عايزه كده، عايزه خشن زي ما هو، ياخد وقت في المضغ، كل ما اخد وقت في الاكل ثانيا بينزل المعده مع شويه ميه، دول ممكن يبقوا قد كده. تمام. فبيعمل عمليه امتلاء للمعده. بيكون عندي 50 مللي من الزيت، بيكون عندي في حدود 100 مللي من اللبن، ما بستخدمهمش كلهم، بحط جزء بجزء، 5 معالق من سكر السويتال، ونص معلقه صغيره بيكنج باودر، ما بستخدمش بيض ولا اي حاجه. وطبعا بما ان حضرتك قلت سكر سويتال، يعني مش هيأثر على طعم الحلويات بتاعتك خالص. انا جربت، عارفه اقول لك على حاجه، انا جربت، عارفه لو بيأثر معايا والله لا اقول.
تمام انا مصدقك. مفيش بعد الله. انا مصدقك. اه هنسيبك تعمل الله. الوصفه الجميله ونرجع لدكتورتنا الجميله تمام. تاني واقول لك ايه افضل طرق لتغذيه مريض السكر. تمام. مريض السكر ياكل كل حاجه، مفيش حاجه اسمها ما ياكلش. ياكل كل حاجة. بس ما ياكلش بسبوسه بتاعت الشيف. اه اللي هي تمام. لكن بياكلها بنسبه تمام وبنكسر السكر بتاعها. يعني زي ما شيف تفضل وقال احنا عندنا ثلاث سموم بيضه، انا عندي الاول السكر مع جميع الامراض بما في المقدمه السكر. السكر السكر ده حاجه فظيعه. طب احنا عندنا بدائل طبيعيه وسويتال مغطينا الجزء ده، لان سويتال اقرب طعم يعني اكتر سكر في السوق بديل السكر مقارب طعمه قريب للسكر الطبيعي فما بيغيرش خالص، فدي رقم واحد. طب ياكل ايه بقى مريض السكر؟ زي ما احنا قلنا مريض، انا دايما بقابل مرضى يقولوا لي احنا منعنا الكربوهيدرات خالص. حلو. مفيش دقيق، مفيش مفيش مفيش. طب انتوا بتاكلوا ايه؟ احنا بناكل خضروات، عايشين على الخضروات والدهون. دهون دي مصيبه على فكره. أيوة. كيتوجينيك دايت المنتشر. ايوه لسه كنت هسال يعني ده بيعلي الدهون الثلاثيه جدا. في حاجه تانية عايزه اقولها، المشكله في نقص افراز الانسولين او وجوده مش عارف يشتغل، مش بيأثر بس على الجلوكوز في الدم ويخليه يعلى، ده بيأثر على صوره الدهون. فدايما مريض السكر مهما كان نحيف لو عملت له صوره دهون هلاقي الكوليسترول والدهون الثلاثيه والال دي ال عاليين مش كويسين. تمام. فلازم ياخد باله من بدايله في الاكل. طب انا ايه بدايلي في الاكل؟ امنعه ياكل؟ لا، انا همنعه بس من حاجات زي البسبوسه والكنافه والحاجات الصعبه دي. لكن مثلا امنعه من بلح؟ لا، بناكل بلح. مين اللي قال؟ بس ناخد ثلاث وحدات تمام. ونكسر السكر بتاعها عشان في حاجه اسمها مستوى السكر في الدم. يعني ممكن مثلا الجزره لو احنا كلناها نيه دي ما بترفعش السكر في الدم قوي، لو سلقناها بترفع السكر في الدم، جمعت نسبه السكر فيها بالظبط كده. تمام. في اكلات كتير تقاس على هذا الاساس، فانا ممكن اخد كل حاجه بمقدار ضئيل واكسر سكرها. طب التمر مثلا من الحاجات اللي بيعلي السكر جامد جدا. هكسر سكره ازاي؟ باللبن. اشرب جنبه كوبايه لبن. سبحان الله، ودي السنه. او اشرب جنبه قهوه مره، القهوه العربي زي ما الناس بيشربوا، او القهوه الغامقه بتاعتنا او القهوه الخضراء. تمام. تمام. وثلاث وحدات جميل جدا، مفيش مشكله عندي، فممكن اخده بالطريقه دي. طب ناكل قد ايه كربوهيدرات؟ دي بتتحسب، بتفرق بقى المريض اللي معتمد في الدواء بتاعه على اقراص، ده بيتعامل زي مريض السمنه العادي اللي عنده زياده في الوزن، او ده عادي جدا بنحسب له بس سعراته ونقول له خلي بالك من الحاجات اللي بتاخد منها من السكر وبنقلل نسبتها. تمام. اما مريض الانسولين هو ده اللي بيبقى فيه مشكله شويه، عشان بنحسب بيدخل جسمه قد ايه انسولين، وفي حاجه اسمه الانسولين المائي هو الاكت رابيد، بنحسب بناء عليه كميه النشويات اللي بتدخل. ما بنمنعش نشويات، انا باكد على النقطه دي. طب بدايلنا في النشويات نبعد عن الحاجات اللي فيها دقيق ابيض، يعني زي ما الشيف النهارده عامل لنا تمام شايل الدقيق وحاطط قبل الهواء كامل الحلقه. عرفت ان هو يعمل دايجستيف طبعا، ده خيار مناسب جدا، وخاصه ان مرضى السكر اللي ما بيسمعوش الكلام. أيوة. دايما يبقى السكر عليهم عالي ويبقوا حاسين ان هم محتاجين سكر، مهما انا اديت تعليمات وقلت لا هو غصب عنه شره، عنده شراهه للسكر بالزبط. عايز يروح للسكر وياكل حاجه. طب اديله انا اختياراتي بقى، اديله حاجه زي بسكوت دايجستيف، اديله برده الوصفه اللطيفه جدا اللي بحبها البطاطا اللي باللبن، بقول له بطاطا ونص كوبايه لبن عليه وشعره سويتال. تمام. ممكن برضو من الحاجات التانية كويسة جدا للسكر علبة زبادي، قطع عليها موزة رفيع قوي، رشة قرفة، كيس سكر سويتال، هو خكات حم سكر. ما بنحرمش من السكر الدايت، ما فيش مشكلة، بس بنقلله برضو. يعني بنقول له مش طول ما انت قاعد بتاكل. طيب استبدل بعسل؟ لا بلاش، اللي ما بيسمعش الكلام وخاصة السكر بتاعه مرتفع لا بنقلل العسل. بس بسكوت دايجستيف بيتباع بره دكتور بتاع الشركات ما بيتحطلوش بديل سكر، بيتعمل بالسكر كمان، فهم هنا هيعملوه ببديل السكر. فانت يعني عملنا، انت عملت كسر للقاعده. تماما، كسر تماما للساده مرضى السكر ربنا يعفى عنهم، والساده مرضى السمنه طبعا، او الا حد وزنه اللي زي حالاتي كده. انت زي القمر دكتوره والله حضرتك. الله يكرمك. انا بحب انكش لضيوفي ولازم اقول لهم سر النهارده. من النهارده بيزيدنا الشرف دكتوره فاتن، ربنا يعزك. طبعا كلنا عارفين الشيف محمود، لان على انه الشيف محمود حبيب المصريين، ولكن انا النهارده عايز اقول لكم ان هو الباشمهندس محمود. ممكن تعرفنا بنفسك يا باشمهندس؟ والله انا عبد الله الفقير، اعشق مهنتي، بجاهد في الحياه عشان اربي بناتي، بناتي اطباء، هي دي حياتي، هي دي حياتي. خلاص ما بقتش انا، بقى اللي عندي ان شاء الله يكون ايه. ربنا يبارك في الاولاد ويبارك في اسرتك وتفضل كده حبيب الملايين بحب ربنا سبحانه وتعالى. هنسيبك تكمل وصفتك ونرجع للدكتور. اتفضلي. طيب يا دكتور، انا دلوقتي حضرتك اثرتي نقطه الكوليسترول والدهون،
هل السكر ليه تأثير على نسبة الكوليسترول في الدم ونسبة الدهون الثلاثية؟ اه طبعا بيأثر عليهم جدا. يعني هو الأول ولا الدهون الثلاثية الأول؟ يعني البيضة ولا الفرخة؟ هو الأول. يعني هو البداية؟ الإنسولين شغلته الأساسية اللي الناس عارفينها إنه بيشتغل على الجلوكوز اللي في الدم. تمام. لكن هو طبعا داخل في حاجة تانية كتير، في عمليات تانية كتير جوه الجسم. فبيأثر على الكوليسترول والدهون الثلاثية. فلو العين غير ملتزم بدايت، بمعنى العين ممكن يبقى نحيف على فكرة، بس بياكل أكل مش كويس. بياكل أكل غلط. طبعا يأثر عليه. طيب في حاجة تانية بقى. السكر الأبيض. حلو. جوه الجسم بيتحول لإيه؟ لدهون ثلاثية. فدايما لما اقول الكلام ده العيان يقول لي ازاي ده سكر؟ سكر هو بيتحول لدهون ثلاثيه، هو طبيعته كده، هو طبيعته كده بيتحول لدهون ثلاثيه. فدايما ما بناخد اكتر من احتياجنا بيحصل الكلام ده. طيب مع مريض السكر نمنع السكر الابيض خالص؟ اه نمنع السكر الابيض خالص خالص. وانا يعني هو احنا دايما في مدرسه ثانيه تقول لا احنا لينا ادت شوجر، لينا نسبه سكر ابيض تدخل في يومياتنا. انا ما بحبهاش. انا اللي شايفاها كدكتوره بطنه بيجي لي حالات كتير جدا عندها التهاب معاملها كويسه، تيجي تشتكي خاصه في السيدات من عظمها عندي في سكر، ما فيش روماتيزم او في روماتيزم سلبي او 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 سكر ابيض عدو. تمام. من الحاجات اللي بتتعب جدا العضلات، وناس ما بتمنعه بيبقى كويس. لكن امنع دي وما امنعش دي، ادخل دي كامل الحبه. يعني دايما مريض السكر يقول لي اخد ايه نشويات؟ اقول له خد العيش البلدي. تمام. العيش اللي برد ده، ما تاخدش العيش الابيض، خد رز، ما تاخدش مكرونه. ياكل الطبيعي ما ياكلش المصنع. بالظبط. يعني خلينا كده ناكل الطبيعي. الدقيق نفسه كويس، بس هو المشكله ان احنا قعدنا نقشره كتير كتير كتير، عملنا عمليه خليناه ريفايند خالص لدرجه ان احنا اخذنا المشكله اللي فيه وما خدناش الحبه الكامله بتاعته. فزي ما احنا مثلا الشيف دلوقتي تكرم وقال هنعمل بدقيق كامل حبه. اه تمام جدا. فهو كده عامل توازن. بالظبط. احنا دخلنا معاه حاجه تاني ظبطته شويه. الشوفان من الحاجات الكويسه جدا، بتنزل الكوليسترول كمان. الشوفان من الحاجات اللي بتنزل الكوليسترول. سبقتيني بشويه وكان عندي سؤال وفضول، ان انا لو مريض سكر ايه اكلاتي المفضله بالنسبه لي؟ ايه اكتر حاجه ادور عليها واخليها حاجه بريفير بالنسبه لي؟ السلطه. تمام. السلطه مريض السكر والضغط، والسلطه اللي فيها ورقيات المغنيسيوم. دايما مريض السكر يجي يشتكي من الاعصاب الطرفيه عنده فيها مشكله. تمام. وعنده كرامبات في رجله. طيب انا عندي نقص مغنيسيوم، عندي نقص كالسيوم، عندي سيلينيوم. السيلينيوم في الخضروات القصيره اعلى حاجه فيها. موجود قصيره في بمعنى السبانخ القصيره؟ في سبانخ طويله وسبانخ قصيره ولا ايه القصيره دي؟ الجرجير عشان افهم. الجرجير والبقدونس والكرات والبصل الاخضر اللي هي المحاصيل اللي ما بتاخدش وقت، لان السيلينيوم اصله الطينه الطمي. تمام. فدي محاصيل ما بتاخدش فترتها صغيره خالص في الزرع، فده احسن حاجه فيهم. طيب الكالسيوم، اللبن. اللبن ده صديق الملايين. طب في مدارس ثانيه عماله تقول لي ما تشربيش لبن. نوي طبعا. طب احنا انا بالنسبه لي انا اقول لحضرتك على حاجه، مفيش ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش حاجه ملهاش فايده. اللي احنا صنعناه هو اللي جاب لنا الاذى. تمام. تمام. فالحاجات الطبيعيه اللبن، وعلى فكره بقى كامل الدسم كمان. اه طب الكوليسترول لو بنتكلم من 200 ل 250 انا بدخل الدهون الصديقه زي زيت الزيتون، زي الاوميجا 3 اللي موجوده في السمك، اللي موجوده في عين الجمل، بدخل الحاجات دي بتكسر لي الكوليسترول. طب معدي ال 250 او عندي دهون ثلاثيه زياده او ال دي ال زياده، بضطر ادي ساعتها ادويه. لكن غير كده ممكن تتعالج بالتغذيه. تمام. فطبق السلطه ده الاساسي بتاعي، ده ما فيهوش كلام. اللبن عشان الكالسيوم، ده ما فيهوش كلام. اللحوم، اللحوم برضو لازم ناخد بالنا منها احنا بنختار ايه. لو سكر بس ومعهوش اي مضاعفات، اللحوم الحمراء اختيار كويس جدا. طبعا مش حاجه مش كبيره، مش الدهون ومش احجام ومش نص كيلو للفرد، حاجه صغيره قطعه صغيره. البيض من الحاجات الكويسه جدا، والمسلوق والمشوي مش المحمر والمشمر. وعادتنا يعني انا بقول للناس حمروا في الفرن، ما احنا ممكن مثلا نسلق الفراخ عشان الشكل العام والطعم، ونحط عليه رشه ملح وفلفل وندخلها تحت الشوايه بتاعه الفرن، طعمه جميل جدا لان هي فيها الدهون الطبيعيه بتنزل عليها. برضه يا دكتور احنا متعودين على شيء والطعم بالنسبه لنا متعودين عليه. هي بقى النقله التعود. دي هي دي الصعبه. بس التعود. احسن من المرض، والوقايه خير من العلاج. ما هو احنا بقى مع الشيف محمود هنبدا نلاقي الوصفات الطبيعيه. ان احنا مثلا لسه كنت بقول له قبل الهواء، انا ممكن اعمل مسقعه بطريقه عاديه جدا ما احمرش، ما انا مش همنع العيان بتاعي انه ياكل الحاجات اللي نفسه فيها. مش هيقعد مع السفره مع حضرتك انت عامله اكل وهو ما ياكلش منه، بس بطريقه طبيعيه. الحرمان او الممنوع مرغوب. بالظبط. عندنا في مصر او في الدول العربيه بالذات الممنوع مرغوب. ثانيا انا دايما كراجل يعني على قدي طبعا كشيف ما اقدرش اوصل يعني اوصل تواضع. لا ان انا المراحل العلم اللي عند الدكتوره، فدايما اقول انا عايز لما اكون عامل دايت وبتعامل مع سكر سويتال، بتعامل مع لبن خالي الدسم، ما اجي افتح الثلاجه بالذات بالليل وخصوصا في فتره الشتاء الاقي عندي 7 منتجات انا اقدر اكل منهم كراجل عامل دايت.
لان انا هنا بينبني حاله من الشراهه للاكل، فلو لقيت مكرونه بشاميل بسبوسه فطير مشلتت هاكل بسرعه لان جسمي السكر اللي فيه بالظبط كده. فانا يكون عندي تفاح محطوط في التلاجه، يكون عندي خيار، يكون عندي خس، يكون عندي جبنه قريش، يكون عندي زبادي خالي الدسم، كل المنتجات دي. يعني يوم بقى اما اقول انا هرقي نفسي قوي اكل رغيف سن مثلا او 3 4 بقسماط سن. فده كله طالما انا فتحت التلاجه لقيت بدائل لنفسي، فاقول لنفسي ايه، خليكي حلوه وجميله وحافظي على نزل. ارضي باللي انت عملتيه. احنا ممكن كمان ناكل حاجات حلوه. تمام. يعني انا ممكن اعمل كريم كراميل، بيضايه تتضرب على نص كوبايه لبن كامل الدسم ويتحط عليها سكر سويتال وتدخل على الشوايه بتاعت الفرن. طب وانا اروح فين في النص ما بينكم بقى كده؟ لا انت تؤمر يا سلام. طيب يبقى احنا كده هنقف عند الشيف محمود وهو بيقول لنا هناخد بدائل. ركز على البدائل لما تصحى من النوم جعان، وكمان احساس الرضا. هاخد فاصل وارجع لكم مع الرضا والنفس السعيده. فاصل واستنوني. سكر سويتال من النهارده صحتك بالدنيا. من النهارده نو كالوريز، بديل السكر رقم واحد في مصر للرجيم ومرضى السكر. بيحلي ومش بيغير الطعم وبدون اي اثار جانبيه. تقدر تحلي كل حاجه، الشاي، القهوه، العصير، وحتى الحلويات. سويتال امن لكل الاعمار لانه خالي من الاسبرتام والمواد الحافظه في اكياس وبرطمان وستكس وأقراص، متوفر بالصيدليات والهايبر ماركت. انتاج شركه هايجنت للادويه. سكر سويتال من النهارده صحتك بالدنيا. من النهارده نو كالوريز، بديل السكر رقم واحد في مصر للرجيم ومرضى السكر. بيحلي ومش بيغير الطعم وبدون اي اثار جانبيه. تقدر تحلي كل حاجه، الشاي، القهوه، العصير، وحتى الحلويات. سويتال امن لكل الاعمار لانه خالي من الاسبرتام والمواد الحافظه في اكياس وبرطمان وستكس واقراص، متوفر بالصيدليات والهايبر ماركت. انتاج شركه هايجنت للادويه. رجعنا لكم تاني مع احلى ضيوف، مع دكتوره منار والشيف محمود، واحلى صحه وجمال. دكتور، ايه علاقه السكر بالرياضه؟ وقبل ما تجاوبي عايزين نشوف الشيف هيعمل ايه الاول. طيب احنا النهارده احنا نزلنا المقادير، طبعا هنبدا نعجن. انا بحط دقيق الشوفان مع الدقيق كامل الحبه وادي البيكنج باودر، ادي المواد الجافه. تاني حطينا المواد الجافه. المواد الجافه اللي هو الشوفان والدقيق كامل الحبه كده، وبعدين هناخد 5 معالق من بديل السكر سويتال. تمام. انا جربته في كذا حاجه على القناه عندي، فبصراحه اداني نتيجه مبهره. وبعدين هنبتدي ان احنا ناخد الكلام ده كده، المواد الجافه كلها كده. انا شلت السكر خالص، طبعا راي الدكتوره يهمني، وزودت الالياف اللي بتاخد وقت في الهضم، وابتديت ان انا هفرك. المفروض بياخد لبن بودره وزبده، شلتهم وديت الزيت. انت عامل بدائل خطيره في كل حاجه. ده فضل من ربنا يعني، وانها بينجح الصنف. كم معلقه زيت يا شيف؟ كم معلقه زيت؟ 900 مللي تقريبا. الزيت في حدود 5 معالق، لان لو خفيت الزيت مش هينشف، البسكوته مش هتقطم. هتبقى طريه. مش هتقطم. طب ولو دخلنا زبده معاها؟ الزبده بحس انها هتبقى سعرات حراريه اعلى. هي نفس السعرات الحراريه بس قلل نسبه السعرات الحراريه. هو ده بقى فايده الطب بقى. كان نفسي ادخل طب والله. طيب نقول الرياضه والسكر ايه علاقتهم ببعض، او في علاقه بينهم ولا لا؟ صحاب جدا ما بيفترقوش عن بعض. الرياضه والسكر، المشي بالذات، رياضه المشي. تمام. كل ساعه مشي بتزود الريسبتورز او اللي هي المستقبلات بتاعه الانسولين. النبي عربي والنبي عشان انا دلوقتي على قد كده مسك في الجلوكوز. حلو قوي. ورايح يدخل الخليه. حلو. ما بيعرفش يدخل لوحده، ما هو ربنا مش خالق جسمنا كده. هو ليه اماكن او مستقبلات بيروح يخبط على بابها. حلو. تمام. الباب ده عشان يفتح
بنديله دواء، بنديله دواء اسمه ميتفورمين. تمام، اللي هو الناس اللي عندهم مقاومه انسولين بنديلهم ده. دواء مش بيشتغل على السكر خالص، ده بيشتغل على ده. طب اللي ببلاش المشي ساعه كل يوم، المشي ساعه كل يوم بيزود بقى المفاتيح بتاعته دي عشان يفتحها ويشتغل. فبنقول دايما لمريض السكر بدل ما انا عامل اللي بديله انسولين او اللي ما بديلوش انسولين او اللي عنده مقاومه سكر، الدواء بتاعك عشان يشتغل. يعني دايما بنوصل مع بتوع الانسولين لوحدات عنيفه جدا، اقول لها ماما انت مالكيش حل خالص غير ان انت تمشي، حتى واحنا مظبطين الدايت بتاعنا. تمام، خلي بال حضرتك برده العيان ممكن من ورايا يعمل حاجات انا مش عارفاها. اكيد طبعا. تمام؟ اكيد. فاقول لها امشي، فيمشي الاقي السكر بيستجيب كويس جدا، يبقى لازم امشي. فالمشي ده صديق. طيب قولي لنا بقى الباكيتات دي فيها ايه؟ سكر سويتان بقى. ايه بقى؟ مغطلنا. انا بكرر تاني، سكر رقم واحد في مصر طبعا، اقرب طعم للسكر الابيض. فبما اني انا كيفه شاي درجه اولى، ده اللي ما بيغيرش طعم الشاي فعلا. هو عندي في البيت بصراحه، وبشرب القهوه بيه كمان. تمام. قهوه وشاي وكل حاجه، لكن دايما الناس اللي بيحبوا قوي الحاجه الشاي والسكر بالذات بيغير طعمها، وبيغير طعمها السكر الدايت، يبقوا كارهين جدا الحياه ويقول لك لا انا مش حابب كده. سويتال ما بيعملش الحركه دي. تمام. الجميل كمان ان شركه هايجين طبعا عملت لنا كذا عبوه مناسبه، يعني عندي الاكياس، في منها تحليه الكيس الواحد، في تحليه في اللي الشيف استخدمه ده تحليه معلقه، ده تحليه معلقتين اكياس، في بقى التابلت لمرضى السكر وبتوع الجامعه اللي بيحبوا دايما حاجه، في ده وفي الاصغر منه، في بقى اللي لازم يبقى في كل مطبخ في البيت للطبخ والعجن والحاجات دي كلها، اللي هو ده البرطمان. اللي هو البرطمان مفاجاه بعملها دلوقتي، مش انا اللي بعملها يعني، بالاشتراك مع السيد اللي هو منصور، هو عنده مصنع شوكولاته، فكلمت ان هو هيصنع لنا شوكولاته بسويتال تكون دايت للساده مرضى السكر. انا بحب الشوكليت جدا، يعني انا كده هاكل الشوكليت وانا مطمنه. وكمان للسمنه، فهو استبدلنا زبده الكاكاو هتبقى بالزيت. تمام. وهيشيل السكر خالص وهيحط سويتال. والتجربه هنعملها عمليه سوا، اللي هو مع بقى بعض. هيستخدم ده، يبقى ده للمطبخ. تمام. وده اخده معايا في اي مكان. انا هقول تاني، هو سويتال للمطبخ، العجينه والباكت اللي انا ممكن اخده في اي مكان، الباكت او التابلت. او التابلت يعني التابلت لو حد بيقعد طول النهار برضه ده يبقى احسن له طبعا. بالظبط. تمام. ومعاه 100 حبايه وبسيط. بالظبط. الباكت في ناس زي حالتي بتفتح الكيس وكل شويه تحط شويه، لكن ده لا. ف طبعا حلو قوي ان الشركه عامله لنا كذا بديل اللي يناسب حضرتك استعمليه، عامله حلول لكل حاجه. وفي ناس بتقول لا انا مش عايزه اشيل علب، خصوصا صبيان، فبالنسبه لهم تحليه المعلقه الواحده ده مناسب جدا وتسقط في الجيب. دي بالنسبه للشباب. ايوه جدا. ما هو كل ده احنا بنقابله في العياده، بسمع كل الاراء في العياده. طب انا مش مناسبني ده، طب هاخده ازاي؟ طب اوكي ده في يتسقط. مفيش حجه. مفيش يعني خلاص. سيدتي العزيزه مالكيش اي حجه. في حاجه ثانيه، توزيعه كويس جدا، فموجود في كل الصيدليات والسوبر ماركت، موجود كويس يعني. حتى لو مش مع حضرتك اوكي، ممكن تنزلي تشتري من اي سوبر ماركت، سعره افيلبل جدا، عندنا كذا حجم، عندنا عبوات اصغر من دي ال 25، عندي من ده العبوه الصغيره المثلثه. ف يعني ما فيش حجه، دايما بقول للمريض انا ما عنديش حجه، ما عندكش مفر انك تعيش بسعاده. هو في الاول ان المريض لازم برضو يقتنع يا دكتوره بان هو السكر فعلا. حضرتك عجبتيني في مقوله قلتيها، ان وانا كنت بقول النظريه ازاي السكر بيزود السمنه ازاي، ففعلا السكر هو اللي بيرفع السعرات الحراريه جدا، في المانجا، في البلح، في التين، في العنب بيزود. هو في كمان حاجه شايف ان احنا بقينا مسرفين في السكر، يعني زمان كانوا الناس ما برضو بياكلوا سكر بس لانه بيسبب السعاده. بالظبط، كان بيستخدموه للتحليه، احنا دلوقتي بقينا بنعمل سكر بالحاجه اللي فيها، يعني تمام. السكر هو الاساس، بقينا بناكل مش عشان نعيش، بقينا بالزبط. عايشين عشان ناكل. ونسبه السكر في الحاجه عاليه. تمام. يعني مثلا كنا في جاتو، الجاتو كان الاول كريم وعليه اسفكيكه وعليه قطعه كريمه صغيره، لا كل الجاتو دلوقتي بقى كيك، كميه سعرات غير طبيعيه، زبده وجبنه وسكر. كأننا بنتحايل على نفسنا. بالزبط. ان احنا نضر نفسنا وبعضنا. حضرتك بصي الاطفال، هتلاقي الاطفال عندهم سمنه، في سكر، في ضغط. كانت مكتوبه الحاجات دي في كتب واحنا كده لسه صغيرين متخرجين، دلوقتي بقينا بنشوفها كتير، مش حاله او اتنين كده في النص، لا ده حالات كتير. يبقى اذا في مشكله عندنا في التغذيه بتاعتنا. طب ايه المشكله؟ ان احنا عندنا بدائل كويسه وامنه نقدر نستخدمها وناكل اللي احنا عايزينه بطريقه صحيه. الموضوع مش محتاج تفكيك. لا بصراحه، ولما نشوف حضرتك بالجمال والرشاقه والرقه دي لازم نستخدم سويتال زيك. قول لنا بقى، انت عجنت وضحكت علينا وما قلتلناش. لا هو اتعجن وبيخش الفرن درجه حراره 170. هسالك سؤال بتاع ست البيت، يعني هعمل نفسي ست بيت كده. نفرض وانا بعمله طلعت ناشفه معايا، اعمل ايه؟ ندي سنه ميه، ولو سبت العجينه ترتاح. يعني انا عشان كنت جاي، عشان مستعجلين كمان. لا انا عشان كنت جاي ولسه
هتعمل مش عارف، فدي عجينها من امبارح، فبص كل ما بتقعد ده بيدل لي على حاجه. ده انا اديتها لبن قبل الهواء. طيب كل شويه لا تنشف، ده ما يدل ان الميه كل ما ادي المعده عندي ميه بينفش بياخد راحته بقى الالياف عموما، تاخد راحتها، غير انها بتاخد وقت في الموضوع الـ في العجل وفي السوى في الهضم، اسف كمان في الهضم كمان بيأثر على الهضم يعني كمان. وانا بعجن الشيء اخد بالي من كميه الهواء اللي داخله العجين. بالظبط، هي زي ما الدكتوره قالت ان الورايكات او اي حاجه فيها الياف زي البرتقان خاص كل ده بيقعد في المعده شويه، الالياف بالذات. طب هندخله الفرن بعد كده على حراره قد ايه؟ هيخش الفرن على حراره 160-170 عشان انا عايزه ينشف، انا مش مديله بيض ولا مدي مواد رافعه، انا بتعامل معاه بصوره على هوايا انا، بياخد على وقت مزاجي إيه؟ انا، في حدود تلت ساعه. تلت ساعه هيطلع في الاول هنلاقيه طري، بعد كده هينشف. طيب ممكن توري الكاميرا بس الدوائر الجميله اللي انت عاملها دي؟ لا دي انت اللي عملتيها. انا قطعت ثلاثة وانت اثنين. انا هاكلهم. شايفين ورق الشوفان الحب عامل ازاي كده يا دكتور؟ على اساس هو الموضوع كله عايز اقول لكم يعني ايه، ممكن نحط عليه حاجه المره الجايه نزود قرفه. برافو عليك صديقه السكر، والله ايه لا فكرها. صديقه السكر والتفاح. القرفه يا جماعه حاجه مهمه جدا كده بقى. انا عيني ما لهمش حجه، احنا خدنا حاجه مسكره فيها تفاح اللي حضرتك هتحطه فاكهه، تمام، فيها السكر، فيها قرفه، فيها الياف محترمه، خلاص. هو السكر هو احساس باني بشيل الاكتئاب اللي عندي، وخصوصا ان ثلاث ارباع العالم دلوقتي بيعيش حاله من الاكتئاب، اللي بيساعدني هو السكر، فبدور على اي حاجه فيها سكر، فبالتالي انا بديك بدايل بنسبه معينه، فشيل نص الاكتئاب يا عم واحتفظ بالباقي. يعني لو انت عايز تكتئب الكروميوم يعني. من الحاجات اللي بتودي اكتئاب، والكروميوم هو ده الاساس بتاع الشوكولات بتاع الشوكولاته، عشان كده الناس بتتبسط مش السكر. فلو حطينا الموز اللي هو فيه كروميوم محترم جدا هيفرق جدا مع العيانين. فاحنا ممكن ناخد البسكوت ده او نحط الموز بتاعي ممكن يتهري جواه. لا ولا ممكن اعجن بيه زي المعجن. ويبقى حلو قوي. لو مثلا شلنا حاجه من الحاجات اللي بتعمل حساسيه السيلياك وبدلنا الموز مكانها، ده هنخليه في الحلقات بقى الجايه، ما تحرقيش كل حاجه. خلي فيه مفاجات للشيف. احنا النهارده كسبنا حاجه حلوه قوي. ايه هي؟ نمره واحد، شلنا السكر وحطينا سويتال، شلنا الدقيق، شلنا الدقيق وحطينا دقيق كامل الحبه، حطينا شوفان عشان ياخد وقت شويه في عمليه الرب، شلنا الزبده وحطينا زيت، وشلنا الزبده وحطينا زيت، وعجننا بلبن خالي الدسم، ما فيش بيض، مع ان البيض ما بيسببش، هو بس ممكن يزود كوليسترول بس، وانا ما بحبش يعني ما يبقى لا يفتى وملك في المدينه، يعني ما بحبش التعدي على اي لا حد. حضرتك بتوقعنا ببعض على الهواء؟ لا اصل انا مش عايز اتكلم على الاكل واخصائيه تغذيه ما شاء الله زي الدكتوره موجوده، فانا ما بحبش اقول كده يعني، عارفه ساعات ممكن ابقى واقف مع اي حد ويقعد هو يتكلم في الاكل ووصفات الاكل والمقادير وانا ما واقف، ما ينفعش. لا صح، طب ما الاولى بالاولى اسالني يعني، قول لي العجينه البريوش ازاي، او الشيف محمود واقف فسيبه. فهو ده اللي بقوله، انا ببقى عندي احراج ان مثلا صاحبه الشان واقفه وانا اتكلم، طب ازاي يعني؟ لا ما نقدرش، درست سنين طويله يعني. وفي النهايه بقول شكرا دكتوره منار، استفدنا من حضرتك كتير جدا جدا جدا. سعيده انا كنت معاكم جدا. الله يخليك يا دكتوره، بجد الحلقه مثمره جدا. شكرا يا شيفنا العظيم. الله يخليك يا دكتوره، احلى شيف في مصر وشيف المحبوب والمتواضع والجميل اللي بيقدم لنا وصفات بديله. وفي الاخر بنقول صحه زائد جمال يديني انسان ناجح ومتفوق وسعيد. في الاخر بقول معادله سهله جدا، حافظ على نفسك، محدش هيحافظ عليها غيرك. بايدك بدائل كتير قدمناها لك النهارده، بسكر سويتال هتعيش الحياه بسعاده بدون مرض وزياده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سكر سويتال، من النهارده صحتك بالدنيا، من النهارده نو كالوريز، بديل السكر رقم واحد في مصر.
للرجيم ومرضى السكر، بيحلي ومش بيغير الطعم ودون أي أثار جانبية. تقدر تحلي كل حاجة، الشاي، القهوة، العصير وحتى الحلويات. سويتال آمن لكل الأعمار لأنه خالي من الإسبرتام والمواد الحافظة، في أكياس وبرطمان وستكس وأقراص، متوفر بالصيدليات والهايبر ماركت. إنتاج شركة هايجنت للأدوية. سكر سويتال، من النهاردة صحتك بالدنيا. من النهاردة نو كالوريز، بديل السكر رقم واحد في مصر. للرجيم ومرضى السكر، بيحلي ومش بيغير الطعم ودون أي أثار جانبية. تقدر تحلي كل حاجة، الشاي، القهوة، العصير وحتى الحلويات. سويتال آمن لكل الأعمار لأنه خالي من الإسبرتام والمواد الحافظة، في أكياس وبرطمان وستكس وأقراص، متوفر بالصيدليات والهايبر ماركت. إنتاج شركة هايجنت للأدوية. سكر سويتال، من النهاردة صحتك بالدنيا. من النهاردة نو كالوريز، بديل السكر رقم واحد في مصر. للرجيم ومرضى السكر، بيحلي ومش بيغير الطعم ودون أي أثار جانبية. تقدر تحلي كل حاجة، الشاي، القهوة، العصير وحتى الحلويات. سويتال آمن لكل الأعمار لأنه خالي من الإسبرتام والمواد الحافظة، في أكياس وبرطمان وستكس وأقراص، متوفر بالصيدليات والهايبر ماركت. إنتاج شركة هايجنت للأدوية. سكر سويتال، من النهاردة صحتك بالدنيا. من النهاردة نو كالوريز، بديل السكر رقم واحد في مصر. للرجيم ومرضى السكر، بيحلي ومش بيغير الطعم ودون أي أثار جانبية. تقدر تحلي كل حاجة، الشاي، القهوة، العصير وحتى الحلويات. سويتال آمن لكل الأعمار لأنه خالي من الإسبرتام والمواد الحافظة، في أكياس وبرطمان وستكس وأقراص، متوفر بالصيدليات والهايبر ماركت. إنتاج شركة هايجنت للأدوية. سكر سويتال، من النهارده صحتك بالدنيا. من النهارده نو كالوريز، بديل السكر رقم واحد في مصر. للرجيم ومرضى السكر، بيحلي ومش بيغير الطعم ودون أي أثار جانبية. تقدر تحلي كل حاجة، الشاي، القهوة، العصير وحتى الحلويات. سويتال آمن لكل الأعمار لأنه خالي من الإسبرتام والمواد الحافظة، في أكياس وبرطمان وستكس وأقراص، متوفر بالصيدليات والهايبر ماركت. إنتاج شركة هايجنت للأدوية. سكر سويتال، من النهاردة صحتك بالدنيا. من النهاردة نو كالوريز، بديل السكر رقم واحد في مصر. للرجيم ومرضى السكر، بيحلي ومش بيغير الطعم ودون أي أثار جانبية. تقدر تحلي كل حاجة، الشاي، القهوة، العصير وحتى الحلويات. سويتال آمن لكل الأعمار لأنه خالي من الإسبرتام والمواد الحافظة، في أكياس وبرطمان وستكس وأقراص، متوفر بالصيدليات والهايبر ماركت. إنتاج شركة هايجنت للأدوية. We'll be right back.